السلام عليكم مدام سعيدة غاشي صاحبة مركز فيتور جينيو بولفار ابن باديس. المركز ديالنا كيهتم بتنمية ذكاء الطفل ومجموعة من المهارات، دونك عندنا العديد من الأنشطة. النشاط الرئيسي هو الحساب الذهني وتنمية مهارات الطفل، سيتي فرانشيز انديان ماستر ماند اباكوس. اللي قوي في هاد لا فرانشيز انها كتناسب مع البروغرام ديال التربية والتعليم، فالطفل كياخذ المهارات الحساب الذهني فيما هو الجمع والطرح والضرب والقسمة من الوحدات حتى الالاف واكثر من ذلك. اللي كاين عندنا هو منقسم للعشرة ديال لي نيفو، كل نيفو الولد كيكتسب فيه مجموعه من المهارات. اللي خاص تعرف ان الاب، تنهضر تنتكلم مع الام ومع الاب، ان الاطفال ديالنا هما كلهم اطفال اذكياء، ولكن الواقع اليومي البروغرام اللي كيقراو التلفازه ديجيتال، هادشي كله كيأثر لهم على الذكاء ديالهم. فالدور ديالنا حنايا بماستر ماند اباكوس اننا كنثبتوا لهم المعلومات وكنحاولوا نشطوا الخلايا اللي في العقل ديالهم. هذه اولا. ثانيا، من بين المهارات اللي كيكتسب الوليد انه تيولي سريع السمع، دقيق السمع، دقيق الميموار فيزوال، يعني الحاجه اللي شافها تعقل عليها، ثقه في النفس، فاقد الشيء لا يعطيه. سي فري اننا تنهضر على اون فرانشيز، كنهضر على ان بروغرام، ومشي كل واحد غادي يقدر يقري هذا لو بروغرام، ومشي اي واحد غيقدر يعطيه الوليدات بالطريقه المثيله اللي كيعطي الوليد التميز. وملي تنهضر على التميز، الاباء تيلاحظوها في الاطفال ديالهم، في الاطفال من بعد شهرين حتى لثلاث شهور. للاسف اننا حنا تيجونا وليدات وتيجونا اباء تيقول لك راني كنت ولدي تيقرا الحساب الذهني في مركز اخر وعام كامل وما عطانيش نتيجه. اذا راه ما تنهضر، يمكن تنسمعوا كلمه حساب ذهني، ولكن كونوا متاكدين ان راه ما اون بارل با دو لا ميم شوز. هادي سي اون فرانشيز انديان، سي ان بروغرام ماجيك اي كومبلي من نيفو 1 حتى نيفو 10. لي فورماتور ديالنا كي عندهم طرق خاصه باش كيتعلموا كيحاولوا يوصلوها للوليدات، والنتيجه الوليد كتقدر تشوفها لهم شهرين ثلاث شهور. اسهل طريقه باش تعرف وليدك واش خدا النتيجة من عندنا هي أنه من بعد شهرين ثلاث شهور كتبدا عنده لوتونومي، كيبدا يدير الأدو لي ديفوار ديالو بوحدو، وكيقدر يكون تيديرهم في ساعة ونص، يقدر يرجع يديرهم في نص ساعة، وهذا الشيء كله بشهادة ديال الآباء. اللي كيوصل الوليد أنه تتولي عنده مهارة أنه كيدير جوج ثلاثة الحوايج مرة واحدة، دونك كيف شفنا الوليد تيجونغلي بالكرة، وجوج المعلمات اللي كانوا تيفتيو عليه العمليات وهو كان تيجاوب. اللي اكيد هو اننا كنحاولوا نوصلوا للوليدات انهم يتعلموا ان اونفو اي اونيك، موا جو اونيك
وانت انت aussi vous êtes unique. C'est-à-dire نعطيو حنا مثال ملي كنهضروا على نهضروا مثلا عندنا حوته وقرد كانوا كيبريباريو الامتحان بجوج بهم ودخلوا لنهار ليكزام الوغ نهار ليكزام دخلوا عند الاستاذ الاول فاش دخلوا القسم الاول لقاو شجره الوغ شكون اللي غيطلع الاول طلع القرد شكون اللي خرج تيبكي خرجت الحوته كتبكي قالت انا وجات انا هيات انا ما تنسوا والو الوغ من بعد دخلوا ليكزام الثاني شلقاو لقاو النهر شكون اللي غيوصل الاول حوته هي اللي وصلت علاش كنعطيو هاد ليكزامبل كنعطيو لانني كنبينوا الاباء باللي وليداتكم راه الا ما كانش عنده مهاره في هادير كتكون عنده مهاره هنايا اذا ثقوا في وليداتكم وثقوا في المركز دونك كاين النشاط الثاني هو نشاط لا روبوتيك دونك لا روبوتيك حنا اول مركز في جديده اللي دخلوا دابا راه عندنا السنه الخامسه هادي لا روبوتيك اي لي سو فورم دو ليغو لي الوليدات كيجمعوا كيدير فيه كيدير بيه ان روبو الوغ اي فوا لو روبو اي لا اي لي ستاتيك خاصو يتحرك باش يتحرك هذاك لو روبو خصنا نديرو ان بروغرام دونك هذاك لو بروغرام هنا فين الوليدات كيتعلموا لا لوجيك لالغوريثم اي لانفورماتيك اي لا بروغراماسيون دونك عندنا من 5 سنين حتى من 5 سنين حتى 18 عام على حسب مستويات الاطفال النشاط الثالث اللي عندنا هو الشطرنج دونك حنا من بين المراكز البريفي اللي عندهم الشطرنج اللي كيعلم الوليد شويه لا استراتيجي كيفاش يركز وكيفاش يتعلم يدافع على 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 الحدود ديالو ويدافع على الملك ديالو اللي هو وكيعلمو انه يجلس كيفاش نهار كيجي يتعلم لي زيشيك بالنسبه ليه هو لعبه كجميع اللعب كيلعبها هو واقف ولكن واحد الوقيته كيبدا يستوعب بوحدو باللي راه عنده ملك خاصو يدافع عليه يعني عنده ان تيريتوار خاصو يدافع عليه من تما تيبدا الوليد يجلس وخاصو يتعلم شنو هما انواع لي استراتيجي شنو هما انواع الخرجات اللي خاصو يدير باش يقدر يربح دونك مرحبا بكم في لو سونتر غادي يكون عندنا لو كونديتي ان شاء الله فيه مفاجات كثيره ومرحبا بكم وكيف كنقول دائما سونتر فيتشر جيني من الاوائل في الجديده وشكرا لانه تختار المركز الاول اونيفو جديده ناحيه الحساب الذهني وفي لا روبوتيك دونك مرحبا بكم تكتشفوه معنا شكرا je m'appelle bonjour je m'appelle Imran j'ai 8 ans je suis au niveau 4 mastermind abacus au centre futur génie au boulevard Nobedis c'est une franchise indienne venez nous rejoindre ça t'en convient 7 7 très bien 11. plus 2 moins 4 plus 3 ça fait combien 8 elle est 8 8 très bien bravo 4 moins 2 plus 5 moins 7 plus 1 plus 5 Bouchra ça t'en convient 6 très bien bien donc vas-y concentration 2 الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة